صاحبك بقى والمحبوب جدا حسن الرداد، انتوا صحاب جدا حبيب. من زمان صحاب جدا، بس ما كنتش عارفه ان انتوا اشتغلتوا مع بعض مسرحيه مؤخرا. اشتغلنا مع بعض مسرحيه. عملتوا ايه بقى في الشغل؟ لا حسن، اصل بصي حسن رداد علاقتي بيه دلوقتي داخل على 17 18 سنه، وحسن هو ممثل او كل حاجه، بس هو بالنسبه لي انا وانا بالنسبه له كاننا اصدقاء مدرسه. احنا ما كناش مع بعض في المدرسه، بس تعرف الصداقه بتاعت المدرسه والجامعه وكده بتبقى مختلفه عن الصداقه بتاعت الحياه بعد كده. حسن بعتبره من اصدقائي بتوع المدرسه، حسن فاميلي يعني عيله بجد، ما هواش صديق كده بالاسم يعني. طيب هو حسن الرداد بخلاف انه فنان موهوب وقريب للقلب، الا ان هو في اعتقادي من انقى الناس اللي موجوده في وطن. دون جوان دون جوان دون جوان، اللي بينضغ البلد زي اللي بان. دون جوان دون جوان دون جوان، اللي بينضغ البلد زي اللي بان. هبقى كازانوفا هبقى بكره دون جوان، هبقى نمسي جدا هبقى فعلا العوبان. هبقى كازانوفا هبقى بكره دون جوان، هبقى نمسي جدا هبقى فعلا العوبان. تعالى شد الكرسي شوف وحاول تستفيد، انا اللي جاي بكتسح يا باشا انا الجديد. شوفني بعمل ايه دغري قالب من سكات، ده بكره شوف طابور طويل مليان بالمعجبات. انا اللي عدى البحر كله ما بلش يا بيه، انا اللي بكره يطبعولي صوتي عالجنيه. دون جوان دون جوان دون جوان، اللي بينضغ البلد زي اللي بان. دون جوان دون جوان دون جوان، اللي بينضغ البلد زي اللي بان. هخربها باختصار وهتبقى ضرب نار، هخربها باختصار وهتبقى ضرب نار. مش هعتق اي واحدة وهمضيها احتكار. انا كنت جوا جرة دلوقتي طلعت برة، انا كنت جوا جار دلوقتي طلعت بار. خاطر كبير على نساء المجرة. دون جوان دون جوان، اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.